بهدف تفعيل مفهوم السياحة الفلكية وتنشيط الأردن في هالمجال، نظمت جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية بالتعاون مع الجمعية الفلكية الأردنية أمسية فلكية لمراقبة تساقط زخات من الشهب البرشاويات في منطقة صحراوية تبعد 80 كيلومتر باتجاه جنوب عمان. تم اختيار المنطقة بصفتها بعيدة عن التلوث الضوئي الناتج عن أضواء المدينة لمشاهدة هالظاهرة الفلكية بوضوح بمشاركة عدد من المهتمين بعالم الفلك. حقيقة جمعية وكلاء السياحة والسفر عم تحاول توجد يعني طرق وأساليب جديدة لتطوير العمل السياحي، فلجأنا لفكرة العمل بالسياحة الفلكية وترويج السياحة الفلكية. ففي بعض الأماكن المميزة في الأردن ممكن رصد الفلك بطريقة نادرة ومميزة، ويمكن تشجيع أفكار عمل رحلات علمية وسياحية بنفس الوقت، ومن خلالها يتم يعني توسعة أفاق المعرفة الفلكية والسياحية لهذه المناطق. منبع هذه الشهب تحديدا من مذنب سويفت تاتل، وكون الأرض تدور في مدار حول الأرض فهذا المذنب يترك مخلفات ترابية ويعني غبارية، عندما يتقاطع مدار الأرض يعني تدخل الأرض في هذه المخلفات فتنشأ زخة الشهب، وتبدو أنها آتية من منطقة من يعني مجموعة برشاوس، عشان هيك بسموها البرشاويات. طبعا هناك زخات شهب أخرى مثل الأسديات تنبع ظاهريا من برج الأسد وإلى آخره، التوأميات، وكل لكل زخة شهب يعني تاريخ محدد ووقت محدد من السنة. طبعا هو الحدث هذا اللي هو رصد شهب البرشاويات هو حدث سنوي، في هذا اليوم بالمعدل بيكون ذروة سقوط الشهب، ويمكن رصدها سنويا ما لم يكن هناك ما لم يتزامن مع البدر، والذي بالتالي يغسل الشهب وبالتالي يمنع من رؤية الشهب. لقناة رؤيا صالح قشطة.